بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أولى إعدادي بجد بجد وحشتوني، وده منهج طبعا الدراسات للصف الأول الإعدادي. أنا عايزكم تركزوا معايا كويس جدا جدا جدا، ويلا بينا عشان نبدأ. طبعا إحنا عندنا أربع وحدات، في وحدتين في الجغرافيا ووحدتين في التاريخ، تمام؟ طيب يلا بينا على طول. أول وحدة اللي هي وحدة الجغرافيا مكونة من كم درس؟ مكونة من أربع دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الموقع الجغرافي، وهنا هنتكلم عن كذا حاجة، عن موقع مصر بالنسبة للعالم، وموقع مصر بالنسبة للعالم العربي، وموقع مصر بالنسبة لإفريقيا. ده الدرس الأول. طب الدرس الثاني بيتكلم عن إيه؟ عن التضاريس، وهنا هتكلم عن الجبال، جبال مصر وهضاب مصر وسهول مصر. طب الدرس الثالث، الدرس الثالث بيتكلم عن المناخ، وهنا هتكلم عن فصول الأربعة في مصر، وهتكلم عن تأثير المناخ على النشاط البشري. طيب الدرس الرابع بيتكلم على الموارد الطبيعية، وهنا هتكلم عن الموارد المائية والموارد المعدنية والموارد النباتية والحيوانية. يلا يا ابني اعمل اللايك، ماشي. طب الوحدة بقى الرابعة، ما احنا اتفقنا ان الوحدة الاولى والوحدة الرابعة دول الجغرافيا، لكن الوحدة الثانية والثالثة دول التاريخ، فاحنا هناخد كده الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة بتتكلم عن العالم العربي، وفيها درسين. اول درس بيتكلم عن الدول العربية وموقعها الجغرافي. طيب هنا بنتكلم عن موقع الدول العربية بالنسبة للعالم، وبتكلم عن خريطة العالم العربي. طب الدرس الثاني التضاريس والمناخ في العالم العربي، وهنا هتكلم عن الموارد الزراعية والموارد الصناعية والتجارة في العالم العربي. الله ينور عليكم يا شباب. طب بقى لما نيجي نتكلم عن التاريخ، زي ما قلنا هتكلم عن الوحدة الثانية وهتكلم عن الوحدة الثالثة. هناخد الاول الوحدة الثانية كام درس؟ اربع دروس. الدرس الاول بيتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، وهنا هتكلم عن نشأة الحضارة المصرية، وهتكلم عن الحياة الاجتماعية في مصر القديمة، وهتكلم عن الآثار المصرية القديمة. طيب تاني درس بقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن العصر البطلمي والروماني، البطلمي والروماني، وهنا هتكلم عن تأثير العصر الروماني على مصر. نخش بقى على الدرس الثالث، بيتكلم عن ايه؟ عن الفتح الإسلامي لمصر. طب والدرس الرابع بيتكلم عن مصر في العصر المملوكي والعثماني. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نخش بقى على الوحدة الثالثة اللي هي التاريخ، بتتكلم عن القومية العربية. طب فيها كم درس؟ ثلاث دروس، ثلاث دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الحركات الوطنية في مصر، والدرس الثاني بيتكلم عن الثورة العرابية، تمام؟ لا احنا في الدرس الأولاني الحركات الوطنية، يعني نتكلم عن الثورة العربية، ونتكلم عن ثورة 1919، ونتكلم عن ثورة 23 يوليو عام 1952. طب الدرس اللي بعد كده، تمام، بيتكلم عن ايه؟ عن شخصيات تاريخية، وهنا انا هتكلم عن احمد عرابي، وهتكلم عن سعد زغلول، وهتكلم عن عمنا الحاج جمال عبد الناصر. طب نخش على الدرس الثالث. الدرس الثالث بيتكلم عن الاحداث الوطنية، وهنا هتكلم عن حرب اكتوبر عام 1973، وهتكلم عن تطوير الحياة السياسية والاجتماعية في العصر الحديث. وبكده يا اولاد نكون قد انتهينا من هذه الفيديو. ارجو ان تكونوا قد استفدتم، وان كان لديكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في التعليقات، وشرف لي ان انا ارد على حضراتكم.